بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا جدعان؟ النهارده ان شاء الله معايا 3 خصوص عايز اعرضهم لكم وتحيا لكل الجمهور العناني. قبل ما نبدا كل حاجه، الصلاه على النبي يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا اول جوز اسرق ازرق قطيفه، جوز اللهم صل على النبي. معاك الذكر اهو، ده الذكر يا شباب، ودي النتايه ايه حاجه قسما بالله محترمه. ذكر بص جوزه ما حاجة جميلة جدا اهو، حاجة ما شاء الله، الله يبارك في صاحب النصيب. الجوز ده عامل في العرض 240، 240 بسم الله. وادي تاني جوز اللهم صل على النبي، جوز كنزرات، حاجة كده جميلة، ذكر مستواه أحسن من رائع. طبعا جمال دلوقتي هو بيحضن عيش والله حاجة يعني، ربنا يبارك صاحب النصيب، حاجة وقسما بالله محترمة جدا يعني، ربنا يبارك صاحب النصيب إن شاء الله. جوز شغالين جايبين 3 عشوش قبل كده، ذكر ما شاء الله رقبة وجناح، جوز ده قص على بعضه مش متوفق. جوز ده إن شاء الله يبقى عامل داخل العرض 200، وربنا يبارك في صاحب النصيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا شباب الاصل الثالث معانا، قص استرالي، ذكر ما شاء الله والله العظيم، ذكر ولا كلمه، معاه طبعا الزغاليل بتاعته، قدامها بالظبط 2 اسبوع وتتفطم او 10 ايام، ذكر اهوت، ومعاه النتايه بتاعته، ذكر قلبه جامد والله العظيم، لو ذكر وحش يعني حاجه كده، ربنا يبارك في صاحب النصيب بجد والله. ودومك يا شباب ال3 اصول اللي معانا وموجودين لحضرتكم، شرفونا في اي وقت. العنوان دخميس مركز المحطه الكبرى، انزلوا موقف دخميس واحنا هنقابلكم هناك، والتسليم من باب المنزل. ويلا الف شكر يا شباب. والجزء ده في العرض ان شاء الله هيبقى عامل 350، وهي برضه هيبقى فيه فصال عادي مش مشكله. لو خدتوا العرض بقى ان شاء الله، العرض لو هتاخدوه كله، الجزء ده هيبقى فيه 300 داخل العرض، والجوز الكنزرات هيبقى ب180 داخل العرض، والجوز الازرق قطيفه هيبقى ب200 داخل العرض. ربنا يبارك في صاحب النصيب، ودوم المتوفرين معانا، وان شاء الله عروضنا جايه كتير، وربنا يرزقنا ويرزقكم ان شاء الله في رعايه الله.